بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إلى فقرة الصرف لا كونجيغيزون، نتحدث عن لو فيرب لي مود لي طون. لي مود لي طون، الفعل لي مود لي طون، المودات والأزمنة. لازلنا مع مود انديكاتيف. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لو فيتور سامبل، إذا سنرى المستقبل البسيط. طبعا واضح من الاسم أننا نتحدث عن تصريف الفعل في الزمن الذي سيأتي. لومبلوا دي فيتور سامبل، لو فيتور سامبل، إذا المستقبل البسيط. إكسبريم أن في، إذا هو يعبر عن حدث أو إن أكسيون، أو يعبر عن فعل كي سو ديغولغا، الذي سيحدث بلوطاغ، الذي سيحدث فيما بعد. لو فيتور سامبل اكسبريم ان في او ان اكسيون كي سو ديغولغا بلوطاغ. لو فيتور سامبل اكسبريم ان في او ان اكسيون كي سو ديغولغا بلوطاغ. المستقبل البسيط يعبر عن حدث او عن فعل على الارض كي سو ديغولغا، الذي سيحدث بلوطاغ فيما بعد. ال نا با انكور اي ليو، هو ليس له بعد مكان. المقصود أنه ليس له بعد مكان في الزمان. المقصود بمعنى آخر أنه لم يحدث بعد. au moment où nous exprimons، يعني في اللحظة التي نعبر فيها، في اللحظة التي نعبر فيها، في اللحظة التي نتحدث فيها بمعنى آخر. example، مثال: la semaine prochaine، La semaine prochaine, nous partirons en vacances. نحن سنذهب أو سننطلق en vacances، في عطل، مقصود في عطلة. إذا نحن نتحدث الآن ونقول هذا الكلام، نعبر عن فعل سيأتي في المستقبل. إذا la semaine prochaine nous partirons en vacances. إذا طبعا عرفنا بأن le futur simple أنه يتحدث عن حدث أو عن فعل سيحدث في المستقبل، مستقبل اللحظة التي نتحدث فيها، نتحدث عن مستقبل اللحظة التي نتحدث فيها. إذن كيف لنا أن نحصل على فعل يعبر عن المستقبل؟ إذا تحدثنا مثلا عن فعل أنهى في المستقبل، المقصود أننا سنقوم بهذا الفعل في المستقبل. إذن كيف لنا أن نحصل على فعل له هذا المعنى؟ طبعا بإضافة لترمينيزون إلى الفعل، ترمينيزون دي فيتور سامبل، إذا نهايات المستقبل البسيط. طبعا نسميه مستقبل بسيط لأن هناك مستقبل مركب سنراه بعد هذا. طبعا فقط نحن نتحدث عن تركيب الفعل، هو يسمى هكذا فقط بالرجوع إلى كتابته، بالرجوع إلى طريقة الكتابة. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. Et donc, هذه الترمينيزون، هذه النهايات التي نضيفها للفعل، هي نفسها لكل الأفعال بدون استثناء. إذن طبعا عموما نأخذ المجموعات الثلاث. On a le premier groupe. إذن عندنا المجموعة الأولى. Si nous prenons comme exemple le verbe aimer qui appartient à ce groupe. إذا أخذنا فعل أمي الذي ينتمي لهذه المجموعة، طبعا نترك الفعل كما هو، لو فيرب أمي كما نلاحظ، ثم نضيف له أي أس، ثم نضيف له أ، ثم نضيف له أو إن أس أو زد أو إن تي. إذا نترك الفعل على حاله أفيك أو أغ، ثم نضيف له هاد لي تيرمينيزون. إذا مثلا لو فيرب أمي نقول جيمغي، أنا سأحب، تو إيمغا، أنت ستحب أو أنت ستحبين في المستقبل طبعا. إيل إيمغا، هو سيحب، نو زيمغون، نحن سنحب، فو زيمغي، أنتم ستحبون، إيل زيمغون، هم سيحبون، أن زيمغون، هن سيحببن. بور لو دوزيام جروب، بالنسبة للمجموعة الثانية، Nous prenons comme exemple le verbe finir comme verbe appartenant à ce groupe.
نأخذ لو فان فينيغ كفعل ينتمي لهاد المجموعة. Alors, de la même façon, nous gardons le verbe finir comme il est. نأخذ فعل finir كما هو. ثم نضيف له هاد لي تيرمينيزون. نقول je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, أنتم ستنهون أو ستكملون. Ils finiront, هم سيكملون. Elles finiront, هن سيتممن أو سيكملن. Pour le troisième groupe. Pour le troisième groupe. بالنسبة للمجموعة الثالثة, nous prenons comme exemple le verbe mettre comme verbe appartenant à ce groupe. إذا نأخذ le verbe mettre. Le verbe mettre. طبعا وباقي الأفعال المنتمية للمجموعة الثالثة, علينا فقط أن ننتبه إلى لو راديكال. ثم نضيف دائما نفس هاد لي تيرمينيزون. إذا طبعا مettre كما نلاحظ سنأخذ هاد mettre ثم نضيف له أي. إذا سنقول je mettrai, أنا سأضع, tu mettras, أنت ستضع, il mettra, هو سيضع, elle mettra, هي ستضع, nous mettrons, نحن سنضع, vous mettrez, أنتم ستضعون, ils mettront, هم سيضعون, elles mettront, هن سيضعن. إذا طبعا نفس الشيء إذا أخذنا أفعال أخرى مثل le verbe falloir. طبعا le verbe falloir يعني فعل توجب, هو حالة خاصة كما نلاحظ, هو يصرف مع il. il faudra يعني أنه سيتوجب. في البريزون مثلا نقول طبعا هاد il impersonnel, هي لا تدل على شخص, هي غير شخصية, هي تأتي هكذا. إذا نقول يتوجب مثلا في البريزون كما نلاحظ نقول il faut qu'on aille, يجب أن نذهب. مثلا نقول يجب, يجب, من هو الذي يجب, هي تقال هكذا. إذا نقول مثلا إلى فالي, كان يتوجب, كان يتوجب أن نقوم بهذا الفعل مثلا. إذا هي تقال هكذا, هذا لو فيرب فالوار. بالنسبة لفعل فوار مثلا لو فيرب فوار فعل رأى, أقول مثلا جو فيغي, أنا سأرى. إذا كما نلاحظ نحصل أولا على هاد لو غاديكال ثم نضيف له نفس هاد لي تيرمينيزون. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, نحن سنرى, vous verrez, أنتم سترون, ils verront, هم سيرون. إذا أخذنا مثلا le verbe prendre كما نلاحظ le futur simple نقول je prendrai, je prendrai. تماما حذفنا فقط e مثل le verbe mettre. إذا نقول je prendrai, tu prendras, أنت ستأخذ أو أنت ستأخذين, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. كما نلاحظ بأن لي تيرمينيزون دائما نفسها, فقط علينا أن ننتبه إلى لو راديكال دو فيرب. نتكلم عن لي فيرب دو تخوزيام جروب, نتكلم خاصة عن لي فيرب دو تخوزيام جروب. إذا نتكلم عن أفعال المجموعة الثالثة, وكما ذكرنا بأن هاد المجموعة هي قليلة. حتى بالنسبة للأفعال التي تأتي وتتجدد تأتي في المجموعة الأولى. مثلا إذا أخذنا كلمة ستوك, ستوك مثلا نتكلم على الستوك يعني المخزون. مثلا هذه الكلمة هي كلمة إنجليزية, الفعل الذي سيأتي منها ستوكي, هذا الفعل سينتمي للمجموعة الأولى. كما نلاحظ بأن المجموعة الأولى دائما تكبر أفعالها كثيرة, ومع ذلك الأفعال التي تأتي تنتمي لها. لا يمكن أن نقول مثلا لو فيرب ستوكوار, لا يمكن مثلا أن نقول لو فيرب ستوكوار أو مثلا لو فيرب ستوكوندر مثلا على وزن مثلا بروندر أو فوندر إلى غير ذلك. بالأفعال التي تأتي مجددا تنتمي للمجموعة الأولى. ثم غمارك ملاحظة, لو فيرب أون أولي إي إيتي دوبل لو كونسون أو برين أن أكسون. Les verbes ont elé, el, er ou et, er double leur consonne ou prennent un accent, ou prennent un accent. Et de l'affaire qui t'entend el, er ou t'entend et, er double leur consonne, tu dois harfa samit ou prennent un accent, ou t'achoud accent.
اكزامبل امثله فيرب ابلي كما نلاحظ هذه الفعليه ينتهي ال ار في لو فيتور سامبل نقول جابيلغي جابيلغي انا سانادي جابيلغي انا سانادي. اذا طبعا اذا عدنا الى صرف هذا الفعل اصلا في البريزون نقول جابيل. هذا الفعل هذا عند تصريفه في البريزون نقول جابيل انا انادي. tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent ils appellent ils appellent. اذا طبعا هذا الفعل كما نلاحظ بطريقه نطقيه طبعا انه ياتي هكذا الا مثلا في حاله مثلا عندما ناخذ منه لو بارتيسيپ باسي طبعا كالعاده نحذف او ار ثم نضع او اكسون ايغو ثم نضع او اكسون ايغو كما نلاحظ appeler فنحصل على appeler. اذا في الباسي كومبوزي نقول j'ai appelé. في البلوس كو بارفي في البلوس كو بارفي نقول j'avais appelé. في البلوس كو بارفي نقول j'avais appelé. في الباسي انتيريور نقول j'ai appelé. في الباسي انتيريور نقول j'ai appelé. اذا نفس هذا لو بارتيسيپ باسي انه يتكرر في هاد الازمنه. في لو فيتور سامبل سنقول j'appellerai j'appellerai. اذا سنحصل على هاد لو راديكال سنحصل على appel appel. اذا نضيف له هاد اي ثم بقيه لي تيرمينيزون الخاصه بالفيتور. اذا سنقول j'appellerai tu appelleras il appellera nous appellerons vous appellerez ils appelleront. اذا طبعا يحافظ على هاد لو راديكال على طول الصرف. ثم عندنا لو فيرب اشتي لو فيرب اشتي فعل اشترى. اذا طبعا نضيف هاد اكسون نضيف لاكسون. اذا نقول جاشيتري جاشيتري انا ساشتري. طبعا طريقه نطق الفعل وتوافقها مع هاد لي تيرمينيزون الخاصه بلو فيتور لو راديكال باش يتوافق معها انه تياخذ بعض التغييرات حتى بالنسبه للفعل اشتي فعل اشترى. طبعا في البريزون نقول جاشيت لا نقول جاشت بل نقول جاشيت. tu achètes il achète nous achetons nous achetons. طريقه توافق صرف الفعل مع هذه التيرمينيزون انه تخليه ياخذ بعض التغييرات كما قلنا nous achetons vous achetez ils achètent ils achètent. لا يمكن ان نقول ils achètent ils achètent. اذا نقول ils achètent نضيف هاد اكسون غراف يعني ان مطوله شيئا ما ils achètent ان مطوله شيئا ما. طبعا بنفس الطريقه لو فيرب اشتي نحذف منه او ار نضع له اكسون ايغو فنحصل على لو بارتيسيپ باسي الخاص بهذا الفعل فنقول جي اشتي tu as acheté il a acheté il غير ذلك مع بقيه الازمنه المركبه. حتى في لامبارفي مثلا نقول جاشتي جاشتي. طريقه نطق الفعل في لامبارفي تتخلي ياخذ هذا النطق جاشتي. لا يمكن ان نقول جاشيتي جاشتي tu as acheté il a acheté nous achetions nous achetions vous achetiez ils achetaient ils achetaient. في لو فيتور سامبل اذا نقول جاشيتري جاشيتري يعني الفعل تيكون ناقص الا مشينا تقلنا جاشتري جاشتري تاتي في النطق احسن اذا قلنا جاشيتري tu achètera il achètera nous achèterons nous achèterons vous achèterez ils achèteront ils achèteront. اذا هم سيشترون ils achèteront هن سيشترين. إذا طبعا بعض الأفعال بهذا الشكل أنها تأخذ بعض التغييرات على مستوى لوغاديكال أما لتيرمينيزون فتبقى نفسها. إذا لي فيرب أون إيغريك أو إر شانج لو إيغريك أون إي. إذا الأفعال المنتهية بإيغريك أو إر مثل لو فيرب بيي كما رأينا فيما سبق فعل أدى هاد إيغريك تتغير الى اي
تتغير إلى إي. Example, مثال, le verbe essuyer. فعل أنك تغسل أو تمسح إلى غير ذلك. إذا نتكلم على le verbe essuyer. إذا طبعا سنقول j'essuierai. حتى في le présent مثلا أنه يحدث هذا الأمر. ماشي غير في le futur simple. إذا نقول j'essuie. أنا أمسح. Tu essuies. Il essuie. Nous essuyons. Nous essuyons. كما نلاحظ توافق هاد إي غريك مع هاد ديتيرمينيزون الخاصة بلو بخيزون، أنها تعود هنا مع أو إن إس. فوز إسويي نفس الأمر، إيل إسوي، إيز إسوي، تتحول مرة أخرى إلى إي. فيما يخص لو باسي كومبوزي، لو بلوس كو بارفي، لو باسي أونتيريور، حتى لو فيتور أونتيريور الذي سنراه، طبعا عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي هو إسويي. نفس الطريقة أننا حذفنا أو أغ وضعنا أو أكسون إيغي فحصلنا على هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، على عكس مثلا لامبارفي كما نلاحظ أننا نحافظ على هاد إيغيك. نقول جي سويي، أنا كنت أمسح مثلا. تو إسويي، إيل إسويي، نو زيسويون، فو زيسويي، إيل زيسويي. Ils essuyaient. Et dans le futur simple, ça n'accoule. J'essuierai. Tu essuieras. Il essuiera. Nous essuierons. Vous essuierez. Ils essuieront. Comment on a fait? Comment on a fait? Comment on a fait le verbe essuyer? فقط أننا غيرنا هاد Y إلى I. ثم أضفنا لترمينيزون الخاصة بالle futur simple. ثم les auxiliaires. Et dans طبعاً كعادتنا عندما ندرس الأزمنة البسيطة، لاحظ هنا مثل الأزمنة البسيطة على اليسار عندنا لو بريزون، هي التي تتصرف فيها الفعل بعده، تنزيد له فقط لي تيرمينيزون. إذن كما تلاحظوا بأن الفرنسية تتنقسم إلى قسمين من حيث بساطة الفعل أو تركيبه، كي الأزمنة البسيطة اللي هي على اليسار مثلا لو بريزون، احيانا نسميه لو بريزون سامبل. اذا نتكلم على الحاضر البسيط لان الفعل يصرف لوحده، فقط نضيف له لي تيرمينيزون الخاصه بزمان لو بريزون. ثم عندنا لامبارفي كما نلاحظ، راينا هاد لي تيرمينيزون الخاصه به، ثم لو باسي سامبل راينا لي تيرمينيزون، ثم عندنا لو فيتور سامبل. ثم لو فيتور سامبل هذا أيضا ستانتون سامبل، هو زمن بسيط. ثم نفس هاد الأزمنة اللي تلاحظوا على اليسار آخر المطاف، ديما تنشوفوا صرف إتر أو أفواغ في كل زمن زمن من هاد الأزمنة الموجودة على اليسار اللي هي الأزمنة البسيطة. شنو تيفيد تصريف إتر أو أفواغ في هاد الأزمنة؟ فبالإضافة مثلا مع أفواغ كاين عندنا الملكية، مثلا مع إتر تكون عندنا الكينونة. ممكن هاد الفعلين أنهما يفيدان معاني أخرى سنتطرق لها، لكن بالإضافة لهذا اللي تهمنا هنا أن أفواغ و إتر ملي تنصرفوه في البخيزو مثلا أنه تساعدنا باش نصرفو الأفعال الأخرى في الباسي كومبوزي. مثلا عندنا هنا لو فيرب إسويي، هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل إسويي مع أفواغ في البريزون. أفواغ خدينا صرفناه في البريزون، أضفنا له لو بارتيسيباسي الخاص بأي فعل، مثلا هنا إسويي الخاص بفعل إسويي، إذا فحصلنا على لو باسي كومبوزي. إذا صرفنا مثلا إتر أو أفواغ على لامبارفي، ثم أضفنا له لو بارتيسيباسي، نفس لو بارتيسيباسي اللي استعملنا مع لو باسي كومبوزي، إذا فنحصل على لو بلوس كو بارفي، مادام أن لوكسيليار أفواغ أو إتر مصرف في لامبارفي، مصرف في الزمان المقابل. إذا أخذنا مثلا لو باسي سامبل، طبعا لو باسي سامبل نصرف فيه الأفعال كما نشاء لنقول بأن هذا الفعل حدث بسرعة أو حدث في زمن منقطع، في زمن قديم شيئا ما. لأن ليس له تأثير على الحاضر إلى غير ذلك،
إذا أردنا أن نتحدث عن القصة مثلا نصرف الأفعال في لو باسي سامبل، فبالإضافة إلى هذا نصرف avoir أو être، نتكلم عن لي دوز اوكسيليير المساعدين في هذا الزمان في لو باسي سامبل. عندما نضبط صرف هذ الفعلين être و avoir في لو باسي سامبل، هذا غيفيدنا باش نصرفوا الأفعال الأخرى في لو باسي أونتيريور. ونفس الشيء يحدث مع لو فيتور سامبل. إذا لو فيتور سامبل كما قلنا بأنه تعبر على واحد الحدث، على واحد الفعل غيحدث في المستقبل. إذا تحدثت عن لو فيغ مونجي في لو فيتور سامبل، المقصود أن الأكل سيحدث في المستقبل، سواء أنا سأكل في المستقبل أو أنت ستأكل في المستقبل أو نحن سنأكل في المستقبل، الأكل سيتم في المستقبل. إذا الفعل المتعلق بالأكل سيحدث في المستقبل، إذا نعبر عنه بالطريقة التي ذكرنا في لو فيتور سامبل. لكن في آخر المطاف وبنفس الطريقة التي ذكرنا فيما سبق مع كل أزمنة البسيطة الموجودة على اليسار كما نرى على الجدول، إذا في آخر المطاف غنصرف أيضا être و avoir au futur simple. فاش غيفيدنا؟ غيفيدنا هاد الجوج مع بقية الأفعال باش نصرفوها في لو فيتور أونتيريور كما نلاحظ على اليسار. لاحظوا معي مثلا هنا لو فيرب إسويي، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل أضفناه بعد صرف avoir au futur simple. طبعا avoir au futur simple نقول j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. إذا نضيف له هاد إسويي اللي هو البارتيسيباسي الخاص بالفعل تماما كما أضفناه في لو باسي أونتيريور في البلوس كو بارفي في الباسي كومبوزي. إذا الذي يهمنا هنا أننا نصرف لوكسيليار إتر أو أفوار أو فيتور سامبل حتى نحصل على لو فيتور أونتيريور. إذا هذا الذي سنذكره هنا لي زوكسيليار ont une conjugaison spécifique qu'il faut maîtriser car ils permettent de former le futur antérieur de l'indicatif de tous les autres verbes. Idem, les auxiliaires ont une conjugaison spécifique. Idem, had les deux auxiliaires, être ou avoir, عندهم صرف خاص, ont une conjugaison spécifique qu'il faut maîtriser, الذي يجب ضبطه, car ils permettent de former le futur أنتيريور دو لانديكاتيف، لأنهما يمكنان من تشكيل لو فيتور أنتيريور دو لانديكاتيف كما رأينا مع لو فيرب إسويي. دو تو لي زوطخ فيرب سيمكنان من تشكيل هاد الزمان اللي هو لو فيتور أنتيريور دو لانديكاتيف. نحن لازلنا مع هاد لو مود، هاد لو مود كما قلنا أنه يعنى بالأحداث الجدية الحقيقية التي تحدث أو حدثت أو ستحدث حقيقة. لتشكيل لو فيتور أنتيريور دو لانديكاتيف دو تو لي زوطخ فيرب، إذا لتشكيل هذا الزمن لكل بقية الأفعال، طبعا سنحتاج إلى صرف أفوار و إتر أو فيتور سامبل. إذا كما نلاحظون عندنا أفوار في لو فيتور سامبل نقول جوري تي اورا il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront كما رأينا قبل قليل. لكن هناك أفعال أخرى طبعا تتطلب بنفس الطريقة كما رأينا في لو باسي كومبوزي، تتطلب أنها تصرف مع إتر. إذا طبعا سنستعمل هاد لوكسيليير أو فيتور سامبل في حالة إذا أردنا أن نصرف فعلا في لو فيتور أنتيريور دو لانديكاتيف. نصرف être au futur simple نقول je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. هنا خاصنا نردو البال لواحد القضية. طبعا متى نصرفو être au futur simple خاصنا نردو البال لواحد المسألة ديال النطق المتشابه بين صرف être au futur simple وبين صرف فعل
savoir, le verbe savoir, فعل عرفة. Au futur simple, أنه تسمع بنفس الطريقة، رغم أنه كاين فرق في الكتابة. بنفس الطريقة، le verbe savoir. Au futur simple, نقول je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. لكن الكتابة تختلف كما نلاحظ. كما نلاحظ عندنا je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. لكن بدل E عندنا AU. هذا هو الفرق. إذا نستأنف مع الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.